اسمي تيالي بن، مدير التنفيذي للمركز الثقافي الصيني. هناك فرق كبير بين المدن في الجنوب المغرب وشمال المغرب، حتى في المناظر، الطبيعة والجو، وحتى البناء والألوان. بالنسبة للشمال، قمنا بتنظيم هذا المعرض الرسوم الصيني المغربي في مجموعة من المدن الشمالية، من بينها تطوان، شفشاون وطنجة. بالنسبة لتطوان، قل أنها مدينة الفن، بالمعهد الفنون الجميلة اللي موجود في تطوان، ومدينة الفن، وحتى هي مدينة نقول على الحمامة البيضاء. وثاني حاجة بالنسبة لشفشاون، هي مدينة زرقاء، مدينة معروفة بطبيعتها وجمالها والمباني ديالها باللون الأزرق. وآخر محطة لنا في هذا المعرض هي مدينة طنجة، مدينة طنجة اللي هي كتجمع ما بين الحداثة وكل ما هو تقليدي. المؤسسة ديالنا بحال اللي كتعرفوا على انها تحمي عدة برامج وانشطة سنوية رياضية ثقافية اجتماعية. هذا النشاط هذا كيدخل في اطار العلاقات المتميزة اللي كتجمع بين المغرب ودولة الصين الصديقة. الزيارة اللي كان قام بها صاحب الجلالة نصر الله أيده لدولة الصين، وكذلك الانفتاح ديال المجتمع الصيني على المغرب وعلى افريقيا، حاولنا اننا ننظموا هذا الملتقى هذا بشراكه مع المديريه الجهويه لوزاره الشباب، فجهه طنجه تطوان الحسيمه والمركز الثقافي الصيني بالمغرب، واللي كيدخل هذا النشاط وكاول نشاط كتقوم به جمعيه في مدينه طنجه مع المركز الثقافي الصيني، اللي كيشمل واحد مجموعه ديال اللوحات الفنيه اللي رسموها الاطفال الصينيين ومغاربه، اللي كيحاولوا انهم يبرزوا فيها ويجسدوا فيها الثقافة المغربية والصينية من خلال هذه الصور هذه اللي كتعبر عليها. كذلك بغينا نعملوا واحد الشراكة ونأسسوا واحد الشراكة حقيقية مع المركز اللغوي الصيني، مركز اللغوي الصيني كذلك، باش ننقلوا اللغة لمدينة طنجة. وكذلك واحد مجموعة ديال الأعمال الثقافية الرياضية الاجتماعية مع المركز الثقافي الصيني بالمغرب. أولا هذه ماشي أول مرة كنحضر هذا المعرض هذا، اللي كانت اللبنة الأولى كانت في مدينة تطوان في شهر أكتوبر، وكان ناجح، وبعد منه داس في شفشاون، مدينة شفشاون، واليوم جا مدينة البوغاز، المدينة طنجة الشامخة، قنطرة الحضارات، باش تكون المحطة المهمة مع السيد المدير ديال المركز الثقافي الصيني، الذي سيراهن على أن مستقبلا ستكون بإذن الله تظاهرات كبيرة جدا، نظرا على أن ابن بطوطة من هذه المدينة، وابن بطوطة بالنسبة للصينيين فهو شعار وقوة شخصية عالمية.